من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين أبا الحسن والحسين يا علي، كسدين طول الدهر ثوب المصائب مصاب رقاب غالب أي غالب. فيا لك من رزء أقل بروعة وأضرم سيف ابن ملجم وأردى عليا خير ماش وراكب فراح عليه الروح جبريل ناعيا أيوا إماما وطبق حزنا وضجت عليه الإنس والجن بالبكاء بدمع سفوح كالسحائب ساكب مدارسه أضحت دوارس بعده بها غير الصدى من مجاودي وظل يتامى المسلمين نوادبا تحن حنينا ليعمل يعني من للأيتام بعدك يا علي. ولم أدري لما يا أن سرى فيه نعشه وحفات به أبناء المرتضى في نعشه يحملونه أم العرش ساروا فيه فوق المناكب وما مر إلا وانحنى كل شاهد عليه وأهوت زاهرات الكواكب وقد دفنوا في قبره الدين والتقى أيوا إماما وبدرا جل
يا عيدتي
العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. ينقلبون إلى النار وبئس المصير. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. مواساه لصاحب العصر والزمان ولتعجيل فرجه الشريف قضاء الحوائج وقبول الاعمال طيب افواههم والصلاه على محمد وعلى اله. هذه الآية الكريمة التي تلوناها قبل قليل تتحدث عن المواطنة، ونحن سوف نفتتح حديثنا وبحثنا لهذه الليلة بأسئلة عديدة نطرحها ثم نجيب عليها. السؤال الأول: ما هو معنى الوطن أو المواطنة؟ السؤال الثاني: هل حاجة الإنسان إلى وطن هي حاجة أساسية أم لا؟ والسؤال الثالث: ما هي حقوق المواطنة المنبثقة من ميثاق المواطنة وفقا لمبدأ وسيرة أهل البيت وفهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذه الأسئلة إن شاء الله نستطيع الإجابة عليها ونحاول الإجابة عليها من خلال هذا البحث المتواضع. التساؤل الأول وهو في معنى الوطن والمواطنة، ما هو معنى الوطن؟ الوطن بحسب اللغة والعرف هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان ويتخذه مكانا لسكناه، هذا بحسب اللغة والعرف. أما الفقهاء يعني الشريعة فقد قسموا الوطن إلى قسمين: الوطن العرفي كما يصطلحون عليه، والوطن الشرعي. القسم الأول وهو الوطن العرفي جزأوه إلى جزئين: الجزء الأول هو الوطن الأصلي والثاني هو الوطن الجعلي. الوطن الأصلي هو مسقط رأس الإنسان، المكان الذي يعتبر مسقط رأس الإنسان والمكان الذي توجد فيه أسرة هذا الإنسان، هذا مكان يسمى وطن أصلي. في هذا المكان يتم الإنسان صلاته ويصوم. أما
الجزء الآخر وهو الوطن الجعلي، فهو المكان الذي يتخذه الإنسان مقربا لسكناه، ليس مسقط رأسه، ولكنه اتخذه مقربا لسكناه باعتبار رحيله إلى ذلك المكان ولو لفترة معينة. على سبيل المثال، من يسافر لأجل الدراسة يبقى سنين معدودة في ذلك المكان، هذا المكان الذي يبقى فيه لفترة معينة يصطلح عليه الفقهاء بالوطن الجعلي. الإنسان متى ما دخل إلى هذا المكان، إلى هذا البلد، إلى هذا الوطن الجعلي، فإنه يتم فيه الصلاة ويصوم، إلا أن يعلو عن هذا المكان فيتخذ له وطنا آخر، هذه مسألة أخرى، فتنقطع. إذا انقطعت علاقته مع ذلك المكان، مع ذلك الوطن الذي يدرس فيه، انتهت فترة الدراسة، انتهت فترة العمل، تتغير المسألة حينئذ ويتحول حال ذلك المكان. أما القسم الآخر حسب ما قسمه الفقهاء فهو الوطن الشرعي. الوطن الشرعي هذا محل اختلاف بين الفقهاء، البعض منهم يرى ذلك الوطن الشرعي والبعض منهم لا يراه، يعني لا يعترف فيه. من الفقهاء الذين يعترفون ويرون الوطن الشرعي سيدنا أبو القاسم الخوي عليه رحمة الله، ويقصد بالوطن الشرعي أن الإنسان على سبيل المثال لو كان يمتلك منزلا في بلد معين وأقام في ذلك المنزل ستة أشهر، أقام في ذلك المنزل ستة أشهر، فذلك المكان وذلك الوطن أو ذلك البلد يعتبر وطنا شرعيا لهذا الإنسان. إذا ما دخل إلى هذا الوطن، إذا ما دخل إلى ذلك البلد، فإنه يتم صلاته بل يصوم حتى لو لم يقم عشرة أيام. هذا فيما يتعلق بتعريف الوطن حسب اللغة وحسب العرف والشريعة. أما إذا أتينا إلى السؤال والتساؤل الثاني، وهو هل حاجة الإنسان إلى الوطن هي حاجة أساسية؟ هل حاجة الإنسان إلى الوطن حاجة أكيدة وأساسية؟ نقول نعم، حاجة الإنسان إلى الوطن هي حاجة أساسية لا غنى عنها، كحاجة الإنسان إلى الطعام وكحاجة الإنسان إلى الغذاء. شايف شلون تحتاج إلى الطعام وإلى الغذاء؟ كذلك أيضا حاجتك إلى الوطن وحاجتك إلى الوطن، يعني علماء النفس وعلماء الاجتماع عندما يبحثون في هذا الجانب يركزون عليه، وفي هذه النقطة يقولون حاجة الإنسان إلى الوطن حاجته إلى الهوية. الإنسان بلا وطن إنسان بلا هوية، إنسان بلا هوية إنسان ناقص. ما هي منطلقات حاجة الإنسان إلى هذه الهوية، إلى هذا الوطن؟ يعني لماذا يحتاج الإنسان إلى هذه الهوية؟ من أجل ماذا؟ لأجل ماذا يحتاج الإنسان إلى هذه الهوية؟ هنالك منطلقات عدة. المنطلق الأول الذي على أساسه يحتاج الإنسان إلى الهوية وإلى الوطن، حاجته إلى الأمن النفسي. الإنسان إذا كان قلقا، الإنسان إذا كان خائفا، فإنه لا يعطي ولا ينتج. إنسان بلا أمن نفسي، بلا راحة نفسية، لن يعطي ولن ينتج أبدا. متى يكتسب الإنسان هذا الأمن النفسي والاستقرار النفسي؟ إذا ما شعر هذا الإنسان بالانتماء إلى وطن، إذا ما شعر هذا الإنسان بالانتماء إلى بلد، إلى هوية، هنا يستقر الإنسان نفسيا فيعطي، هنا يستقر الإنسان فينتج. ولذلك أيها المؤمن، عندما تأتي إلى المنطلق الآخر على سبيل المثال، لأن هناك منطلقات كثيرة في حاجة الإنسان إلى الهوية وإلى الوطن، نحن قدر الإمكان نأخذ منها على أقل تقدير ثلاثة.
حسب ما يتسع لنا من الوقت. المطاق الآخر في حاجة الإنسان إلى الهوية وإلى الوطن، حاجته إلى التقدير الاجتماعي. شلون؟ الإنسان عندما ينتمي يقول أنا أنتمي إلى الشعب الفلاني، أنا أنتمي إلى القبيلة الفلانية، أنا أنتمي إلى الأسرة الفلانية، شعوره بالانتماء يشعره بأنه له تقدير في أوساط المجتمع البشري. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما هو معنى هذه الآية؟ البعض يقول من المفسرين، جمع منهم يقولون أن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى شعوب، إلى قبائل، إلى أسر، حتى يشعر هذا الإنسان بموقعه وموقعيته الاجتماعية، أن له مكانة اجتماعية يطمئن بها بل ويرتاح نفسيا بها ويشعر بالتقدير. المنطلق الثالث الذي على أساسه يحتاج الإنسان إلى هوية وإلى وطن، حاجة الإنسان إلى العطاء. حاجة الإنسان إلى العطاء، كل إنسان، ليس هنالك إنسان لا توجد عنده طاقة، حتى ذلك الإنسان الذي تراه ضعيفا، لعله مشلول، لعله معاق، أيا يكن، لكن حتى هذا الذي تراه ضعيفا عنده طاقة. ليس هنالك إنسان بلا طاقة، هنالك طاقات مكنونة في دواخل ذات الإنسان. الإنسان بحاجة إلى أن يفرغ هذه الطاقة. هنالك من تراه عنده طاقة وعنده مهارة في الفن، هناك من عنده مهارة في الهندسة، هنالك من عنده مهارة في الرياضيات، من عنده مهارة في السياسة، من عنده مهارة في الإدارة. كل إنسان عنده مهارة معينة وطاقة معينة، هو بحاجة إلى أن يفرغها، بحاجة إلى مكان يفرغ فيه هذه الطاقات المكنونة في داخله. وهذا المكان الذي يفرغ فيه الإنسان هذه الطاقات هو الوطن. الوطن هو المكان الذي يشعر الإنسان أنه كلما قدم فيه كلما ارتاح نفسيا. يقول: أنا أقدم من أجل بلدي، أنا أقدم من أجل وطني، من أجل أهلي ومن أجل ناسي. يشعر الإنسان بالراحة هنا عندما تكون عنده هذه الهوية وعندما يكون عنده هذا الوطن. إذا نتفق في أمر أخير أو في كلمة أخيرة، أن حاجة الإنسان إلى وطن هي حاجة أساسية لا غنى عنها. أما السؤال والتساؤل الأخير فهو، قلنا فيه: ما هي حقوق المواطنة؟ ما هي حقوق المواطن؟ المواطن أيها المؤمن، عندما نأتي إلى النصوص الدينية ونصوص القوانين حتى الدولية منها، يتبين لنا بأن معنى المواطنة أي الكرامة. لا كرامة بدون المواطنة. المواطنة هي الكرامة. انطلاقا من هذا الأمر نقول بأن الإنسان وانطلاقا من ميثاق المواطنة كما يشيرون إليه ويعبرون عنه، تكون له عدة حقوق. من هذه الحقوق التي على أساسها يكون الإنسان كريما يشعر بالكرامة في وطنه، الحق الأول رفع التمييز، أن لا يشعر الإنسان في وطنه، أن لا يشعر الإنسان في بلده أن هناك تمييزا في الوظائف وفي المناصب وفي الدوائر الحكومية. عندما تمضي إلى وزارة من الوزارات فتشعر بأن هناك تمييز بين أبناء الطوائف. ينبغي أن تكون المعاملة هي معاملة المواطن، أيا يكن مذهبه، أيا تكن عقيدته، وأيا يكن توجهه، أيا تكن ديانته.
أن تعامل ذلك الإنسان على أنه مواطن. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وهو رائد دولة الإسلام ماذا يقول في عهده لمالك الأشجار حيث ولاه؟ كتب إليه في عهده عليه السلام يعني في وصاياه، يقول عليه السلام: ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. لا تأكل خيرات الناس وحقوق الناس الذين تكون وليا أو واليا عليهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. علي عليه السلام لا يقول كلاما لا يطبقه. أمير المؤمنين عليه السلام يطبق أقواله. يمر ذات يوم وإذا به يرى رجلا يتسول في الشارع، رجل طاعن بالسن يتسول. علي لا يرضى بظاهرة التسول، لا يرضى أمير المؤمنين بهذا الأمر. قال لأصحابه: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل نصراني كبر سنه وعجز عن العمل، فراح يتكفف الناس. قال أمير المؤمنين: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر سنه جعلتموه يتكفف الناس، أو تركتموه يتكفف الناس، اعطوه من بيت مال المسلمين. رجل نصراني ليس بمسلم، علي يقول: اعطوه من بيت مال المسلمين. لماذا؟ حتى يقضي أمير المؤمنين عليه السلام على ظاهرة التسول. وبناء لمكتب وليد الكعبه، اعينوا معنا ان الله ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. بارك الله فيكم على حب الامام. احسنت يا استاذ. الله يرحم والديكم ان شاء الله ويحفظ اعمالكم. إذا أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي لا يرضى بالتمييز بين أي مواطن في دولته، لأنه رائد دولة الإسلام. ذلك نصراني وعلي يعطيه راتبا من بيت مال المسلمين. الحق الآخر حق البقاء في الأرض. هذا الإنسان ولد على هذه الأرض، هذا الإنسان جذوره في هذه الأرض، آباؤه في هذه الأرض، أجداده في هذه الأرض، ممتدة عروقه في هذه الأرض يمينا وشمال أينما ذهب. يحق له البقاء في هذه الأرض وفي ذلك الوطن، في هذا الوطن، وأن لا يخرج منه وأن لا يضيق عليه الخناق. ليس من حق أحد أن يطرده من ذلك البلد ومن ذلك الوطن، لأنه قد ولد في هذه الأرض. أن لا يضيق على الإنسان في هذا الأمر.
تجي أنت على سبيل المثال أيها المؤمن، ذكرنا لعلنا في ليلة البارحة مثال أو قبل ذلك، أبو ذر عليه رضوان الله لماذا طردوه من المدينة؟ لماذا نفوا أبا ذر على أساس العقيدة وعلى أساس المذهب؟ لأنه ينتمي إلى علي بن أبي طالب. على أساس المذهبي يطرد ذلك الإنسان من وطنه ويشرد من وطنه، ولأنه يطالب بالحق يطرد من وطنه ويهدد في أهله وفي ماله وفي عرضه. طرد أبا ذر والسائرون على نهجه يتعرضون لمثل ما تعرض له. الحق الآخر، الحق الآخر من حقوق المواطنة، حق الأمن، أن يكون الإنسان في ذلك الوطن آمناً على نفسه وآمناً على أهله وآمناً على ماله وآمناً على عرضه وشرفه، أن يحس ويشعر الإنسان في ذلك المكان بالأمن على ما يملك. وأعظم ما يملك الإنسان شرفه وعرضه أيها المؤمن. المال مسألة عابرة، أما الشرف فهذا ما يحس في قلب الإنسان وفي ذاته وفي نفسه، فلا بد أن يشعر الإنسان بالأمن. ولذلك الآية الكريمة التي صدرنا بها البحث يقول إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل على لسان إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في أوطاننا، وأن تفرج عنا إن شاء الله، وأن تكشف كربنا حق محمد وآل الطاهرين. الحق الآخر من حقوق المواطنة حق الحرية الدينية. إذا كان ذلك البلد، إذا كان ذلك الوطن متألفا من طوائف عديدة، فلا بد أن تشعر كل طائفة من هذه الطوائف بحريتها في شعائرها، في مساجدها، وفي كتبها، وفي بقية شعائرها. أن لا يضيق على ذلك الإنسان، أن لا يشنع على ذلك الإنسان ويحارب في عقائده وفي مساجده وفي شعائره الدينية. نبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله في أرض المدينة لما دخل إليها فيها خليط صار من المسلمين واليهود، كتب تلك الوثيقة التي ضمن على أساسها حقوق المسلمين بل وحقوق اليهود، لأنهم من المواطنين الموجودين في تلك المدينة. لم يتغافلهم رسول الله، بل أعطاهم حقوقهم وهم يهود، ليسوا على ملة محمد صلى الله عليه وآله. وما بالك أن تكون بين مسلم ومسلم ضبائن، فيحرم ذلك المسلم أخاه المسلم من حقوقه. النبي يتعامل مع اليهود تلك المعاملة العظيمة، ولكن أين من يتبع خطى محمد صلى الله عليه وآله؟ علي عليه السلام رائد الدولة، دولة الإنسان، كان يطبق هذه الحقوق في دولته. كان علي ذلك النموذج للحاكم الصالح الذي يطبق شرع الله ويعطي حقوق الإنسان. تعال إلى علي هذه الليلة أيها المؤمن لترى حاله عليه السلام. تعال إليه وهو ممدد في ساعاته الأخيرة يفارق الدنيا وأحبابه. يقول أنه، يقال أنه دخل عليه ابن عباس، يقول ابن عباس: وكان في نفسي أن أسأله عن مسائل عديدة، 70 مسألة، لكن لما نظرت إلى أمير المؤمنين وإلى حاله قلت أعتذر عن هذا الأمر وأسأله إذا شافاه الله. ما يسمح لحال أن أسأل، أن أسأل أمير المؤمنين بهكذا عدد من المسائل. يقول: فلما جلست بين يديه وإذا به يقول: يا ابن العم، عندك مسائل تريد أن تسألني عنها، سلني قبل أن تفقدني. قلت: مولاي أنتظر حتى يعافيك الله. يقول: فعندها أجابني عن مسألة وأنا والله ما سألته عنها،
جعلت أبكي. يقول لي ليش تبكي يا ابن عباس؟ قلت مولاي كيف لا أبكي على من يجيبني قبل السؤال، أبكي على حالك أمير المؤمنين لفراقك. وأمير المؤمنين يرمى عليه ساعة بعد أخرى إلى أن حضرته الوفاة بأبي وأمي، فجعل يوصي بوصايا، وصايا أمير المؤمنين الأخيرة، فيوصي على أولاده بعد أن اجتمعوا عنده في الدار، أخذ يوصي حتى بذلك الأسير وهو يقول عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم أن تكونوا للمظلوم عونا وللظالم خصما. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في الصيام فإنه زكاة الأبدان، الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. حتى وصل إلى ذكر الأيتام فقال: الله الله في الأيتام، لا تغضوا أبوابهم، يعني لا تتأخروا عليهم في إرسال الطعام. ثم قال عليه السلام: الله الله في أسيركم يا بني، اسقوه من شرابي وأطعموه من طعام. إيش عندك يا علي؟ أنت أمير المؤمنين، أنت سيد الإنسانية، هذا يوصي حتى بالأسير الذي ضربه. اللهم خذ قيد أسراره، اسقوه من شرابي وأطعموه من طعامي يا بني، فإذا مت يا أبا محمد فاضربه ضربة بضربة ولا تمثلوا به، فإني سمعت حبيبي رسول الله يقول: إياكم والمثل ولو بالكلب العقور، فإن أنا عشت فأنا أولى به يا بني. ثم أغمي على أمير المؤمنين عليه السلام، فضجت بناته وأولاده ضجة واحدة، كل ينادي ومصيبته. الحوراء زينب نظرت إلى أبيها وقد عرق جبينه، فانكبت على صدره: اتكل سالم يا ابو الحسنين يا خواب نهوى، ونعود وياك المدينة بأحسن الحال، يا مجدد الشجعان يا ليث الحريق، دروم الفوارس مرحب وعتبة وشيبة، نذر علي لو رجعت يا طيبة، لنشر أعلام الفرح بها يمين وشمال. خلت دموعه وقال لها: يا حزينة ويلي وين ارجع يا زينب للمدينة، سالت دمعته وتزفر وقال: أوالد رجعي الطيبة وتنظرين الدار قفرة، وأوالد رجعي الطيبة وتنظرين الدار قفرة، لكن أبا وصي جب وصية وجذب حسرة. شو الوصية يا أمير المؤمنين؟ قال: زوري ضريح المصطفى الزهراء، وقولين هم جينا بلا خواب لهوى، لكن مري على بيت البتول وخاطب الباب، تتحمل؟ مري على بيت البتول وخاطب الباب، وقولين بعصرة فاحة أمي فار لعدايا يا أبو اليوم Yeah.
أمير المؤمنين يوصي بوصاياه الأخيرة وهو ينظر إلى أولاده تكاد أرواحهم تخرج من كثرة البكاء والنحيب. أمر أمير المؤمنين شوف يا مؤمن هذا الموقف شوية تتحمل والزم قلبك بهذا الموقف. أمير المؤمنين أوصى بالوصايا العامة لكنه أمر أولاده أنه من كان من أولاده ليس من أولاد الزهراء فليخرج من الدار. قام أولاده خرجوا شوية وإذا بأبي الفضل العباس يقوم ليخرج من الدار. التفت إليه أمير المؤمنين قال بناي إلى أين؟ قال أبا أنا لست من أبناء الزهراء. قال بني أنت عين الزهراء اجلس هاهنا. وقد نظر إلى حاله إقل عندي تدلل يا غريب الغاوية يلي مصابة تزلزل السبع العلي أواني الشباب صدرا وأسقى يداه وفاضت روحه الطاهرة
الكوفة ببكاء الناس وعويلها حتى جاءوا بأمير المؤمنين على المغتسل. بعد إشحال زينب لما تنظر إلى أمير المؤمنين على المغتسل أوائل الشايفة أبوها احفظهم في انفسهم ومن يلوذ بهم الى ارواح المؤمنين.